السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. وحشتوني جدا جدا والله العظيم. أنا متابعيني بالظبط بالظبط دلوقتي 3000 شخص. يعني بحب كده أشوف تعليقاتكم، بحب دايما دايما والله، يعني بشتاق ليكم بجد. مش عارفة، مع إني ما شفتكوش ولا أنت شفتوني، بس في كده سبحان الله وصل كده محبة ما بيننا. ربنا يا رب يجعل المحبة بيننا جميعا ان شاء الله. النهاردة قلنا نخرج، يعني نظبط الدنيا كده ونعمل شوية تسويق ونشوف ايه الجديد في السوق. بفكر الايام دي ان شاء الله انزل مصر، فدعولي بقى نوصل بالسلامة ان شاء الله، دعولنا. وقلنا بقى ناخد ايه فكره عن الاوضاع ماشيه ازاي والاسعار، هجيب هدايا ولا لا. طبعا هجيب هدايا اكيد يعني، وهنجيب وشوف ايه. يعني الاسعار بقت مرتفعه، لان الفتره اللي فاتت دي كنت ملاحظه ان الاسعار مرتفعه جدا جدا. طبعا كنا صايمين، بابا قال لي يلا عشان ننزل نجيب حاجات حاجات كده، عايز شويه مخللات. ووالدي بيعشق اللي هو المخللات الهنديه، اللي هو بقى عبارة عن مانجا، ودايما دايما دايما بيدور على الحراق اللي هو الفلفل الحراق، بيحب السبايس شوية. قلت له بس كده يا بابا، يلا ننزل ندور على اللي احنا عايزينه. وكمان مش هعمل اكل النهاردة، احنا هنجيب اكل من بره جاهز. راح جاب المخلل بتاعه المشكل، واحنا زي ما قلت لكم هنفطر. رحنا طلعنا بقى على مطعم واحد مصري بيعمل اكلات مصرية في صلالة. تمام كده، تمام. رحنا قلنا له بقول لك يا معلم احنا النهارده صايمين، اعمل شويه اكل حلو. زي ما انتم شايفين جبنا مشاوي، وجبنا طرب وكفته وبخمري، وجبنا مندي ودجاج مشويه وكفته وسلطات. السلطات دي كلها هو مع الاكل، يعني مش احنا مش شرينا، يعني هو مع الاكل. تمام. فصراحه الاكل كان حلو، وكمان في حواوشي. لسه اقول في حواوشي، الصراحه الاكل كان حلو. بس الكفته بتاعت مصر عشان ما اكذبش احلى بكتير. الاكل كله كان حلو، بس برضك مش بمذاق القاهره، قاهره المعز. لو انت اول مره تشوفوني تنسونوش في لايك وشير واعجاب وعشان نكبر بيكم اكيد. يلا وصلنا ل 50000 علشان افرح وقناتنا تبقى دايما كده فرحانه. رحنا مكان فتح جديد، قلنا يا رب يا رب نلاقي حاجات كويسه ورخيصه. رحنا مكان اسمه الجوده والتوفير في السعاده في صلاله. دخلنا لان اول جزء كان العطور، والمكان كان كبير جدا جدا. وعبال والله ما مشينا كنا خلاص جبنا جازه ما بيقولوا. وما قدرتش طبعا اصور كل الاماكن اللي هنا في المكان ده، علشان طبعا كان في نساء وكده، فما ينفعش اصور حد على غفله منهم، يعني مش حلو يعني. فقلت لا، احنا نركز في الحاجات اللي ممكن اصورها معاكم دلوقتي، والعطور اللي موجوده. في عطور متوسطه، يعني عباره مثلا مش غاليه قوي، وفي حاجات غاليه حسب النوعيه. في العود، وفي اللي هو العطورات الرومانسيه، وكل واحد وذوقه. تمام كده، تمام. رحنا بقى نكمل على بقيه الاقسام، لقينا بقى شويه اكسسوارات وحاجات شبه الفوانيس وكده، ودي تعتبر مباخر ممكن نحط فيها ومبخر، او ممكن نحط فيها شمع او الكلام الحلو اللي احنا حاجات رومانسيه دي. يعني الواحد دايما بيميل للرومانسيه. عجبني جدا جدا الشكل ده، ده زي فانوس كده بيطلع صوت وإضاءة، فحلو الصراحة عجبني. بس كده. وانتوا عاملين ايه يا جماعة؟ عملتوا ايه في الامتحانات؟ طمنونا عليكم، اكتبوا لي في التعليق عملتوا ايه الفترة اللي فاتت دي كلها. ماليش دعوة، انا ماليش دعوة. طبعا الاشكال الاسلامية او الاشكال الهندسية دي دايما بميل ليها، بعشق الحاجات القديمة، بعشق الحاجات اللي اشكالها كده فرايحي كده وتدينا كده باور كده وطاقة ايجابية. دي طبعا اطباق كلها بتاعت رمضان، وطبعا ممكن نستخدمها للعيد كمان، يعني اللي عايز العيد الكبير العيد الصغير بعد ما تنتهي يعني حاجات رمضان. انا الصراحة بحب احافظ على حاجتي وبغسلها وبنشفها كويس وبرجعها مكانها، واقول لها
كل سنة وانت طيبة ان شاء الله، نقعد عليكي العام القادم. عجبتني جدا ال بتاعت القهوة دي، الكنكة، احنا بنسميها في مصر الكنكة، واسعارها حلوة والشكل جميل زي ما انتم شايفين، والايد عجباني جدا جدا. ودي بتاعت الشاي يعني زي ما انتم شايفين ريالين و400، يعني الريال عندنا تقريبا حاجة واربعين جنيه، يعني تخشنا في تقريبا 150 جنيه كده، فحلو مش غالي ولا حاجة، الاسعار حلوة. وطبعا كان في اشكال كتيرة وحاجات زي ما قلت لكم، الزحمة ما عرفتش اصور منها نهائي. دي اشكال شكل الهلال وفيها الفانوس، ودي حاجات ممكن نحط فيها بقى ايه مناديل اللي فاتت دي، طبعا مش دي حلل اكيد يعني. ودي بقى اللي شاطر يقول لي بقى دي كان بيفكرنا بايام زمان، فاكرين الحاجات دي كانت عندنا زمان، كان بيبقى فيها منها اطباق بنغرب فيها، يعني انا فاكراها من صغري، كانت جدتي ربنا يطول في عمرها كان عندها حاجات زي كده. واشكال الترابيزات زي ما انتم شايفين اهو، اشكال جميله جدا. يعني المكان الصراحه حلو، في غالي وفي رخيص، يعني في كده وفي كده. دخلنا بقى على قسم الاطفال، قسم الاطفال يعني القسم بتاع الشنط والكليبات اللي هي التوك والحاجات دي، ولقيت برضك الاسعار في متناول الجميع، هو في كده وفي كده. الملابس الصراحه كلها تعتبر يعني في غالي وفي رخيص، والشنط كمان كده وكده يعني، بس طبعا كل ايه الغالي زي ما بيقولوا تمنه فيه، صح كده؟ صح يا رشروش. دي بقى كلها بتاعت المفاتيح، علقات مفاتيح، كل ده علقات مفاتيح، شايفين؟ اي كل دي علقات مفاتيح. طبعا جوري معايا بنت صاحبتي وابنها اللي هو كان في اول الفيديو خالص صغنوني ده، ابن صاحبتي. فجوري بتحب بتقولي بصي ايه رايك في التوكه دي، قلت لها البسيها خلينا صورك كده. ففكرتني بايام الصغر واحنا صغيرين، الصراحه كنا بنفرح باي حاجه وكل حاجه بتفرحنا الصراحه. شايفين معايا الاشكال دي؟ دي بقى ممكن تتحطي قدام خالص، بتلمي الشعر وانت بتعملي ميك اب، او بتحب حابه لما بتلمي شعرك ممكن تستخدموها، يعني عشان البيبي هير اللي بيطلع قدام في كده حاجات تطلع لنا كده قدام شويه، بيبقى بتاعت الشعر الجديد ده بيبقى واقف كده فبيضايق الواحد، فممكن تتلم بيها يعني. اما التوك دي الصراحه هي اشكالها كويسه بس مش من انصارها خالص، بتوجع الراس وبتعمل كده علامات يعني ورا الاذن، فبتجيب صداع يعني، بالنسبه لي انا بتجيب لي صداع فما بحبهاش قوي الصراحه. بعشق الساعات، مين بقى بيعشق الساعات زيي؟ بعشق حاجه اسمها ساعات، وبتغرق يعني بتشدني كده جامد ليها الصراحه، جميله جدا جدا الاشكال. وزي ما قلت لكم في كده وفي كده، الاسعار الغالي وفي الرخيص. النظارات، دخلنا قسم النظارات، المكان كبير جدا جدا، الناس اللي ما تعرفش المكان ده وعايشين في صلالة، المكان ده يا جماعة في السعادة، في عارفين كارفور اللي في السعادة هو جنبه بالظبط، هو في نفس المكان اللي فيه كارفور. ادي اشكال بقى الشنط زي ما انتم شايفينها كده، دي باربعة وتنمية، دي بقى الحاجات اللي هي مش الماركة، دي الحاجات اللي هي ايه بتبقى العادية يعني. اما الماركات ان شاء الله ممكن انزل معاكم ونشوف يوم تاني صور فيها بيجيبوا من الماركات، مش يعني برضك الحاجات ايه مش الهاي كوبي قوي، فان شاء الله ننزل نشوف، وخليكم معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، ونشوف هنبضع هنجيب ايه، نجيب هدية ايه. وتنزلوش في اللايك عشان والله بفرح جدا جدا، وتعليق حلوة من بين ايديكم الكريم باذن الله. شايفين حلو تايجر ده عجبني، والشنطة الصغنونة قوي دي شايفين يعني حلوة كمان، شدتني الصراحة، صغنونة جدا. شايفين عاملة اشكال عاملة ازاي بس كده. وتعالى بقى نخش على قسم الاحذية، يعني الاحذية مش عايزة اقول لكم برضك الادمان، هو انا عندي تلات حاجة فيها ادمان، الشنط الساعات والجزم، يعني سوري يعني اعزكم الله،
يعني كل شوية لما اشوف حاجة تشدني، وايه واللي يعني الحاجة بستغرب من نفسي، لأن لما بجيب حاجة يا جماعة ما بلبسهاش، بلبس برضك الحاجة اللي بتريح رجلي اللي هي الحاجة القديمة، واخدين بالكم؟ ففعلا الحاجة القديمة دايما دايما ما برميهاش، وبرجع يعني ايه يعني بستسهل الحاجة اللي ايه لسه ناشفة شوية. طب لا الحاجة لسه مش عارفة ايه، قبل ما توسع انا اوجع قلبي ليه؟ فبلبس الحاجة تبقى موجودة من الاول. دي اشكال كتيرة زي ما انتم شايفين اهو. معلش بقى التصوير مش قد كده النهاردة، بس سامحوني بقى، قلت بقى اصور لكم على قد ما اقدر، وعلى قد اني مش عايزة اطلع حد في الفيديو خالص. فدي شفتوا بقى اللي يعني يعني الهيل او الكعب بتاعه قد ايه، يعني مش قادرة اتصوركم في الاصلي مسكته قد ايه عالي. يعني قلت ازاي ان حد يكون يلبس ده، ده ممكن ظهره يتكسر نصين، يعني اخري انا البس يعني كعب كده يعني كام سنتي وخلاص. فالحاجات اللي عندي قوي دي بتتعب طبعا. فارجو مكنش طولت عليكم في الكلام، مع السلامة. اذا عرفت الامر ولم تعرف الامر تفننت في معصية الامر، اما اذا عرفت الامر ثم عرفت الامر تفانيت في طاعته.